السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، عشانكم غاليين علينا عملنا لكم كمان فيديو تاني على القصة، بس ده المرة دي بقى عبارة عن أسئلة بتاعة القصة. تعالوا بقى نشوف نحل مع بعض كده. Hemingway is one of the American writers of the 20th century، القرن العشرين. The old man and the sea is about an old fisherman. يبقى كانت بتتكلم على ايه؟ على صياد عجوز. طيب نقط is famous for the many fish in its seas، مين؟ مشهورة بكثير من الأسماك في بحرها، كوبا البلد بتاعت the old man and the sea. Hemingway loved fishing for، كان بيحب الصيد ايه؟ مارلين in كوبا، صيد سمكة المارلين في كوبا. سانتياغو was very نقط so he needed to catch a big fish، وكان ايه؟ فقير جدا، عشان كده كان في حاجة للصيد السمكة كبيرة. مانولينز parents، والدين مانولين didn't want him to go fishing، كانش عايزين يروح للصيد with the old man، مع الراجل العجوز. it's important، من المهم to be patient to catch fish، تكون صبور علشان تصطاد سمكة. مانولين visited the old man every day، كان بيزوره كل يوم. the fishermen، الصيادين were sad، زعلانين أو حزنة، because the old man was poor، إنه كان فقير. مانولين and the old man talked about baseball. مانولين carried سانتياغو's things، كان بيحمل أشياء سانتياغو. سانتياغو told مانولين stories، قصص about Africa، عن أفريقيا. مانولين was worried about the old man، كان قلقان على الرجل العجوز. بنكمل مع بعض الأسئلة. سانتياغو نو ذا سي ووز هيز فريند، كان عارف إن البحر ده صديقه. هو وين سانتياغو ووز فار ات سي، لما كان بعيدا في البحر. هي بوت هيز فيشنج لاين، حط إيه؟ السنارات بتاعته إن ذا ووتر، في المية. ذا بيردز الطيور شوت سانتياغو وير تو فايند فيش، المكان اللي بيجد فيه سمك. سانتياغو وينت فار، بعيدا، بيكوز هي ثوت هي كود فايند ا بيج فيش، أعتقد إنه ممكن يلاقي سمكة كبيرة. The marlin was bigger than the boat، السمكة كانت المارلين كانت أكبر من القارب، كان عنده قارب صغير. مانولين's parents، والدين مانولين didn't want him to go fishing، كانوش عايزينه يذهب للصيد with سانتياغو، مع سانتياغو. There were many fishermen، كان هناك صيادين كتير. but the old man was the best، كان أفضلهم. The fishing line، السنارة اتملها، moved، اتحركت، while the old man was waiting، كما كان هو قاعد منتظر. The fish was a good prize for سانتياغو، كانت جايزة جميلة جدا بالنسبة لإيه؟ سانتياغو. خدوا بالكم من كلمة prize دي، إن ساعات هي نفسها اللي بتيجي اختيار. سانتياغو said that he would stay with the fish until the end، حتى النهاية، هيقعد مستمر كده ومنتظر مع السمكة حتى النهاية. ايه كمان؟ سانتياغو was sad، كان حزين، because مانولين wasn't with him، مكانش معاه. ايه كمان؟ the old man knew that the marlin was a wonderful fish، كانت سمكة رائعة. the marlin was strong، كانت قوية، and it wasn't afraid، مكانتش خايفة. سانتياغو could sell the big fish for a lot of money، هيقدر يستطيع ان هو يبيع، طبعا كود بعدها الفعل في المصدر، sell يبيع، the big fish for a lot of money، من اجل الكثير من المال. سانتياغو was stronger and faster when he was a young man، كان اقوى واسرع اما كان راجل صغير لسه شاب. Soon it was the second night، الليلة التانية، and again سانتياغو didn't sleep، معرفش ينام. A small bird rested on سانتياغو's boat، مكست الطائر، طائر جا مكس على قارب سانتياغو. The marlin swam، سبحت، fast and pulled the boat، سحبت القارب far out to sea، للبحر. سانتياغو didn't sleep for two nights، لمدة ليلتين، two nights. The fishing line، السنارة cut the old man's hand، قطعت ايد
الرجل العجوز and it hurt badly، وجعلته ايه يتألم بسوء. ايه كمان؟ the old man saw the fish's tail، شاف ديل السمكة coming out of water، خارج من المية. سانتياغو used a harpoon، استخدم الرمح بتاعه to kill the marlin، عشان يقتل سمكة المارلين. سانتياغو proved، أثبت that he was still strong، هو مازال إيه قوي. The shark، أسماك القرش أو سمكة القرش، was as big as the marlin، كانت كبيرة زي إيه حجم المارلين. The old man looked at the fish's skeleton، هيكل العظمي بتاع السمكة، and felt sad، وشعر بالحزن. The fish was swimming around the boat، السمكة كانت بتحوم حوالين القارب. It was becoming tired، وأصبحت إيه مرهقة أو متعبة. إيه كمان؟ سانتياغو killed، قتل إيه 8 sharks، قتل 8 من أسماك القرش with his harpoon، بالرمح بتاعه. أهم حاجة في الموضوع بقى النهاردة إن إحنا السؤال بتاع القصة ده، إحنا قلنا إن هو السؤال الخامس، بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن سؤالين. السؤال الأول زي ما انتوا شايفين كده بيختبر الطالب معرفته بالأحداث عاملة ازاي بتاعت القصة، والسؤال الثاني اهو سؤالين اختياري، والسؤال بيعرف أحداث القصة، بيسأل الطالب عن أحداث القصة، وفي سؤال بعد كده نقدي. يعني هما كلهم 4 أسئلة، 2 اختياري و2 بيسألوا أسئلة، واحد منهم سؤال عادي عن القصة، والتاني سؤال بيقول لك انتقد أو قول رأيك انت فيها. تعال كده نشوف هما جايبين لنا هنا مثال. سانتياغو ووز أ فيشر مان، كان صياد. طيب أ مارلين إز أ بيج فيش، هي سمكة كبيرة. هو إيت ذا مارلين، مين اللي أكل سمكة المارلين؟ هنقول إيه اللي هو شاركس، سمك القرش. Would you enjoy being a fisherman، أنت ممكن تستمتع إن أنت تبقى صياد. Why و why not، هنقول no، أنا مش هستمتع بده. I wouldn't، full stop، because I had to work for a long time، أنا هضطر إن أنا أعمل لمدة طويلة. Also full stop، وبعدين إيه كابيتال، بعدين also كوما، I had to catch fish، هضطر إن أنا أصطاد سمك. In all kind of weather، في جميع أنواع أو أحوال الطقس. بعد كده عندي if something is enormous، لو في حاجة ضخمة أو في شيء ضخم، it is very big، كبير جدا. سانتياغو could sell the marlin for a lot of money، هيبيعها من أجل كثير من المال. Why did Santiago need to catch the marlin، اللي هو كان محتاج يصطاد المارلين؟ Because he was poor، هو كان فقير. He needed to catch the marlin to sell it، عشان يبيعها، and earn money، ويكسب المال، أو get، لو كلمة earn صعبة، get money. طيب get أهي G-E-T. طيب Are you happy؟ هل أنت سعيد؟ that the old man killed the sharks، اللي هو قتل أسماك القرش. Why why not؟ هنقول yes I am، أنا فعلا سعيد. Because he ate his fish، لأنهم أكلوا إيه سمكته. بكده يبقى القصة إن شاء الله كملناها معاكم، وعرفناكم أسلوب الامتحان إزاي فيها بإذن الله. يا رب يكونوا استفدتم، واللي استفاد ياريت يعمل لنا لايك ويعمل لنا دعم، عشان نحس فعلا إن احنا فدناكم ونكمل معاكم. وتعملوا اشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتفعيل الجرس طبعا، وشيروا مشاركة لأصحابكم. في أمان الله.